ضحية حلقة اليوم هو المغني يوسف شرشالي. بدون إطالة مشاهدينا خليكم تشوفوا ردة فعل الفيديو تاعنا من بعد ما نعيطوا له ونقولوا له بلي كاين شخص كان داخل المقبرة وديت صورتك وفيها كادمة. واش راك خويا يوسف؟ واش راك يا خويا؟ واش راك؟ خويا العزيز وانت؟ اي مرحبا زهر وخلاص. يوسف والله غير توحشتك وكذا بصح ما عيطتلكش على هذه، والله غير عيطتلك على حاجة. يرجع يرجع يا راني على العين والراس خويا. يا خويا كاين واحد الجماعة أنا موالف نخرج معاهم بينيفول لي زوبيطو وكذا، راك تعرف نديرو لي جوي الدراري كذا منا، داروا بينيفول اليوم راني نقيو في الجبانة تاع القبة. إيه؟ يا خويا صابو تصاور، صابو واحد الفيو تما كذا منا توسوسو منه كان يحفر في القبور، راحوا ليه صابو ساشي مطرطق بتصاور وفيه تصويره تاع يوسف شرشالي بالكادنا خويا في التصوير. هيا بارك الله. راني في القبه راني كيما تلقى قالي دي باش تجي خارج الطرق. هاك معك طارق ليعي؟ ايه عيط لي طارق، عيط لي اليوم قال لي بون كانت عنده واحد اللعبه. خلاص جوز لي طارق يوسف، جوز لي انت على بالك. جوزه. الو وي صحه طارق، واش راك؟ سلام صافا لاباس. واش راك لاباس؟ والله الحمد لله. يا هذوك دريدي، هذوك دريريات اللي يسكنوا في حوم تماني راحوا ينقيو في الجبانه، صابوا تصويره تاع يوسف بالكادنا. يا خو دوك نبعث لك لوكاليزاسيون. اوكي بعث لي. واش قال لي؟ شكاره اوكي دوك نبعث. برد على بالك؟ اه والله غير برد. جالك شوفاج؟ لا اسمع قول لي هذا السيد راه معك وراك فلاش وضربيني. اسمع انا عارفين انا خليت موبيلتي معك. قول له نجي مع طارق. تو راقيه؟ ايه بيان سي يجيب راقيه. انت مريض؟ علاش يجيب راقيه؟ لازم نفتح. فكوني نروح. وين تروح؟ أخي سمي بالله. ما تمشيش. إيه كذبوا هذي. أنا بأظن هذا. أنا مفتاح. أنا ما أظن. لا بهدوء. ما يطلعش. إيش خلي بالمفتاح؟ شبيه؟ انتهى. بهدوء. يا طارق خليكم هذوك. يوسف خويا دير لي الوجه.
اخي اطلقني عبد حلا اخي لازم انت تفتح بيدك هذا هو السر تاع السحر يا سمى بالله هذا اخي هادو كذابين يا ولد هذا هو الحقيقي هذا هو ولا ماشي هذاك هذا يوسف ما قدرش ليزارتيستا انا اللي خالص فيها عليها هذاك هو هذاك هو التالي هذاك هو هذا المفتاح انا اخدم بالجارانتي شوف هذا الطوموبيل هذا ليش تخدم فيها مع الكيهور نخدم بالجارانتي على الدراهم يخلصني باش نسي والله راه خلص المفتاح يا عدو الله لا ضربك على بالك خويا شفت لي قلبي على بالك اقسم لك بالله غير جبت لي قلبي كيفاش طلق لي ديكلاري يوسف بارك الله فيك حنا لوبجيكتيف تاعنا لحقوا ميساج لهاد الناس اللي ما يخافوش ربي يا ودي ما يخافوش ربي تاع الصح خو بصح ما شكيتش انايا واحد كي يربط كادر يجي مع 200 مفتاح يا خويا سالم انا ماكش تجي 200 مفتاح واش تفتح خويا كيما باش توصل حاجه 200 مفتاح والله نقول لك عفسه سلام على بالك ندي مفتاح عطاني كارت نفتح ما يحلوش خليني نروح ولا فين فيها لوش نقول لكم عفسه لي شق المحاصر عبالك كاين الرقيه كاين القرعه ما دايما في الدار الدراري وكدايا وان شاء الله هادو اذكار كاين اذكار بدايا المساء الله يصلحك ولا ما على باليش وما تغشش والله كيما قبيلك تقلقت هنا والله تقلقت اسمح لنا والله تقلقت والله تقلقت ربي يحفظك يوسف الشرشالي بون ان شاء الله نشوفك في قناه شروق ان شاء الله في رمضان قول لهم صحه فطوركم صحه فطوركم وصحه رمضانكم وما تضحكوش كادنا كادنا خويا كادنا كادنا ربي يحفظكم مشاهدينا الكرام شي كادنا الفاتح الفاتح ولا غير بزاف الفاتح يا خويا بصح ما خليت حتى عبسه بلاصتها لا بخليتها تبارك بارك الله فيك يوسف فيك بارك اخويا ربي يحفظك ما بقى لي غير نقول لكم نضربكم عاد غدوه ان شاء الله في نفس القناه قناه شروق وفي نفس الوقت صحه سحوركم سلام تفيقه هرايله